إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم قلت لهم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. هذه هي نظرة تشاؤمية للأحداث، ينظر ناظروها دائما إلى كل شيء بعين من التشاؤم. وعلى الجانب الآخر هناك أناس مهما حدث لهم ومهما قسى عليهم القدر فإنهم ينظرون إلى ذلك بعين من الرضا والإيمان بقضاء الله وقدره. معنا اليوم أحد الأبطال من صعيد مصر، من الأرض التي تنجب الرجال. حقق البطل أثناء فترة خدمته بالقوات المسلحة بطولات عظيمة شهد بها قادته، وفي إحدى عمليات التمشيط تعرض البطل لإصابة بالغة فقد على إثرها قدرته على الإبصار. ترى هل هانت الدنيا عليه؟ أم عساه فقد إيمانه بالحياة؟ لا والله، لقد استعوض عن بصره ببصيرته، واعتبر ما حدث وساما يزدان به صدره، وقربانا يتقرب به إلى الله، وعربون محبة لأمه مصر. مع البطل الذي يقهر الظلام بنور القلب، البطل محمود محمد مبارك. ألف مرة اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده دراك وسيفك وابن بلدي اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قالوا عليه أصيل نعمة الولد، اللي سيرته تملي مسك وورد بلد. أنا أول مبدأ كلامي أنا بحمدك يا رب، عدد نجوم السماء وعدد حبات الرمال في الأرض، وصلي على المصطفى محمد صلاة النبي تتحب. لو عشت يا بلدي لابنيك على مهلي، وأكحت أساسك لما بين على مهلي، ورنقشك يا بلدي بالزين، واطعن العدا بالزين والزان، واحلف على العين ما تنظر عدا له. جندي مقاتل محمود محمد مبارك أحمد، من أبناء صعيد مصر، من أم القرى. من أم القرى، عرب مطير، مركز الفتح، مركز الزعيم جمال عبد الناصر، محافظة أسيوط. أنا مش جاي لكم أحكي لكم النهاردة بطولة من البطولات اللي احنا كنا بنعيشها كل يوم في أرض عمليات. أنا جاي أكلمكم عن روح القوات المسلحة، روح الجند المصري التي يتحول إلى بطل ويقدم كافة التضحيات إلى وطني الغالي مصر. أنا اتجندت في إسماعيلية 1/12/2014، قضيت 7 أشهر في إسماعيلية، حضرت مشروع حرب، حضرت مناورة نصر 13 بالذخيرة الحية، عملنا اصطفاف الفرقة السبعة لحد لما جمعتنا صفارة يوم 26 رمضان إن احنا هنترحل ندعم أبطالنا الموجودين في أرض عمليات. أنا تمنيت إن أكون من ضمن من الأبطال الموجودة في أرض عمليات. بالفعل كنت موجود معاهم الساعة 7 الصبح، كنا موجودين عند السمكي شرق القناة. اتنقلنا من دورية لدورية لحد ما وصلنا العمليات في العريش. عرفنا إن القوات المسلحة
خدت خطوة كبيرة لقدام في رفح وعملت كمين اسمه إحصار ومجهز تجهيز هندسي. بالفعل وصلنا الكمين، دخلنا على الكمين. أنا تمنيت من الله سبحانه وتعالى أن يعدي علي يوم اثنين ثلاثة أفهم الدنيا ماشية إزاي، إيه دورية التمشيط، إيه الاتجاهات. بالفعل عدى 7 أيام ويوم الثامن كانت جاية دورية بقيادة المقدم مصطفى أتاخد الضابط أصلان يقوي قوتنا عشان يعملوا كمين يقلل المسافة اللي في ظهرنا، إن المسافة دي يعتبر من 6 إلى 8 كيلو. يقلل المسافة. أول ما وصلت الدورية أصيب عسكري بقناصة وركب الضابط أصلان مع الدورية. أثناء وصول الدورية في الطريق استشهد الملازم أول محمود محمد أصلان والمقدم مصطفى قائد الكتيبة 38 عمليات. ساعتها بجد حسينا ان احنا فعلا في ارض عمليات، وان احنا فعلا بنقابل عدو خسيس وجبان، عدو زي الفار بيعمل العملة بتاعته ويخش الجح اللي بيطلع بنصطاده. حلفنا ان احنا لازم نجيب حق اي واحد شهيد اصلان ولا اي شهيد، مش هنسيب بحقه، ولو فرطنا ممكن واحد ورا واحد نموت هنا، والخطر ده يتنقل للام مصر ويستهدف كتير من شبابنا ومنشاتنا. كان فندم قائد الكمين سياده الرائد سامح وفيق نصر سلام، قائد بكل الشجاعه يا فندم والحكمه. كنا بنطلع كماين غير مدبره بالليل وبالنهار نفيد قاداتي باي معلومه ممكن نفيد بيهم. كنا يا فندم موجودين في الكمين صعايده وبحرويه، مسلمين ومسيحيين، كنا حاطين مصر فوق كتفنا، ان كنا موقنين قيمة العدو اللي احنا كنا بنقابله. بالفعل يا فندم لحد لما طلعت مداهمة حق الشهيد 9/9/2015 اللي قوتنا وقوت ابطالنا الموجودين هناك، وعملت 2 كمين خلفنا و3 كماين قدامنا، واصبحنا احصار 3. كان قائد الكماين ساعتها سيادة المقدم اركان حرب محمود علي عبد هلال، كان قائد بحكمة يا فندم، كان يتابع دورية التمشيط بنفسه. كنا بنطلع دوري كمائن غير مدبرة بنفاصل الكمين والكمين. بالفعل اشتبكنا معاهم مرة واثنين ووقعنا فيهم خسائر، واخدنا منهم أسلحة وزخيرة وأسلاك عبوات نزفة كانت تستهدف قواتنا اللي ماشية على الطريق. لحدك سيادتك يوم 21/1/2016 كنت ماشي سيادتك في دورية التمشيط مشارك فيها يومياً، كنت ماشي دليل المداهمة. أول ما اكتشفت العبوة يا فندم برفع إيدي بقول عبوة يا فندم، وقفت الدورية كلها المشي على الطريق وبلف وشي عشان أميز العبوة مرة أخرى. انفجرت العبوة، أخدت الموجة الانفجارية فخسرت نور عينيا اللي أي حد بيتمناه في الدنيا، والله أنا راضي. الحمد لله. بالفعل سيادتك اتنقلت من مرفح لحد العريش، كان والله يا فندم كل فكري وانا في العربيه ومتنقل للمستشفى مش مدرك قيمه الموقف اللي انا خسرت فيه نور عينيا، لكن سبت روح الجند المصري اللي بيقدم التضحيات لوطنه. الدور اللي انا كنت بعمله هناك انا والابطال الموجوده هناك كنا حابين الدور ده فعلا. بالفعل سيادتك اتنقلت من مستشفى رفح على العريش ومن العريش على المعادي، دخلت عمليات، عملت عملية تفريخ في عين الشمال. جه سيادة الوزير طلبت منه السفر ويهيئ لي كافة العلاج، قال لي يا بطل احنا مش هنقصر معاك وانت ابننا. وبالفعل سيادتك جه خبير من انجلترا وتعرضت عليه وعملت عملية، بس الله سبحانه وتعالى ما أردش ان يرتد الي بصري او اشوف. انا والله راضي الحمد لله، قدر الله وقدره، تعمل ابصار لكن لا تعمل قلوب. اي حاجه في اولها بتبقى صعبه، الدنيا بيا هتمشي من غيرها هتمشي، لا تمشي بيا احسن، وانا بطل وسط اهلي ووسط ناسي، وانا خسرت نور عينيا وانا بدافع عن ارضي وعن عرضي وعن كل طفل وكل شاب وكل فتاه موجوده في البلد دي. ربنا عنده كتير يا فندم، احنا ما نعرفش ايه اللي عنده.
طلعت من المستشفى بعديها بسنة الحمد لله خطبت واتجوزت، ربنا عوض عليا يا فندم بنت زي القمر سندس يا فندم. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا عايز أقول لكم على حاجة تمكن والله العظيم مش هتصدقوني، أنا فقدت بصري لكن ما فقدتش بصيرتي. أنا بنتي ما شفتش وشها بعينيا، لكن والله العظيم بشوف ملامح وشها بنور قلبي، بحطها هنا بحس بيها بقلبي مش بعينيا. ربنا عنده كتير. وأحب أن أهدي رسالة شكر للسيد الوالد أبويا وأمي، أم البطل وأم كل بطل، أمي أم الشهيد وأم كل شهيد اللي قدمت ابنها هدية لمصر. وأنا أحب أن أهدي رسالة إلى المحاربين القدماء أبطال 73، الناس دي يا فندم اللي روت أرض سينا بدمهم واستردوا أرضها وحافظوا على عرضها من كل عدو، وإحنا الأجيال التي تليهم نقدم لها أرواحنا ونور أعيننا وأعز ما نملك من أجل أمنها واستقرارها، والأجيال التي تلينا تحافظ عليها وتبني وتعمر، إن مصر دي لينا وللأجيال اللي بعدينا. إن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، صدق الله العظيم. الأمن ده من عند الله سبحانه وتعالى ولا شك في كي، لكنه يتجسد على أرض مصر في جيشها وشرطتها، إن مصر جيش ومن غيره هنغرق. وأنا أحب أن أهدي رسالة إلى شباب مصر من جندي مقاتل وبطل فقد نور عينيه في إحدى العمليات الإرهابية بقطاع تأمين شمال سيناء لمكافحة الإرهاب. هناك أبطال عظماء فقدوا أرواحهم من أجل وطنهم الغالي ونيلوا الشهادة، ولهم منا كامل التبجيل والاحترام. ولكن من وجهة نظري أن هناك أبطال آخرين فقدوا جزءاً عزيزاً من جسدهم وأهدوه إلى مصر الغالية، وسوف يظل طوال الدهر أبطالاً في أعين أبنائهم وأهلهم والذين يشاهدونه الآن. يا فندم أنا عندي كلمة من قلبي للشعب المصري، أنا فقدت نور عيني وأنا بدافع عن مصر عشان مصر تفضل أمنة ومستقرة. إيه بشوف وغير بيمشي وغير عايش، بس ملناش مكان ولا موطن نسكنه. أنا فندم لو ارتد إلي بصري 1000 مرة وخسرته 1000 مرة عشان خاطر مصر تفضل أمنة ومستقرة، والله العظيم أنا راضي، والله العظيم أنا راضي. أنا برجو من السادة الحضور التكرم بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر الأوفياء، وبعد إذنك يا فندم التكرم بالوقوف بدقيقة انحداد على أرواح شهداء مصر وكرامتهم. وشكراً يا فندم.
وسط الدنيا.